نزال طال انتظاره، ذلك الذي سيجمع بين المغربي بادر هاري والهولندي أليستر أوفريم، وهذا في حدث غلوري كوليجن 4 الذي ستحتضنه مدينة أرنهيم الهولندية يوم السبت القادم. وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين هاري وأوفريم، نجد أن المقاتلين تواجها من قبل في مناسبتين. الأولى كانت في 31 من شهر ديسمبر 2008، وعاد الفوز نذاك لأليستر أوفريم ليثأر بعد ذلك بادر هاري لهذه الهزيمة، وبعد عام فقط من المواجهة الأولى، وبالضبط في 5 من شهر ديسمبر 2009، حينها تمكن هاري من إسقاط خصمه في الجولة الأولى. المقاتلة، ورغم الاحترام المتبادل الذي كان بينهما في أحد البرامج مؤخرا، إلا أن كل واحد منهما يسعى للفوز بأي طريقة لإثبات حقية المنافسة على الحزام، وإثبات حقية التواجد كذلك في هذا الحدث، خاصة للمغربي بادر هاري الذي يدخل النزال بعد 30 هزامات متتالية، آخرها ضد البولندي أركادياس وارساك. أما منافسه أليستر أوفريم فآخر نزال له في رياضة الكيك بوكسينج يعود لسنة 2010، حين فاز على الهولندي بيتر أرست في العاصمة اليابانية طوكيو. سبق له أن خاض نزالات في الفنون القتالية المختلطة، وصل عددها إلى 67 نزالا، 47 منها انتهى بالفوز مقابل 19 خسارة، آخرها كان ضد الروسي ألكسندر فولكوف العام الماضي. النزال يصعب التوقع فيها، فكلا المقاتلين يحمل تاريخا وإرثا ثقيلا في الرياضات القتالية، وبالأخص رياضة الكيك بوكسينج، وهو ما يجعل الحدث أكثر تشويقا وحماسا. كيف لا، وهو يجمع بين هاري وأوفريم.